السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 154. عندنا اليوم كومونيكاسيون اي اكت دو لانجاج. ديكريغ ان ليو يعني لا بلاج. ديكريغ لو كومبورتمون دوزاجي يعني وصف مكان اللي هو الشاطئ، وصف سلوك المستخدم. نعد نحط تكست صغير. L'opération plage propre a concerné toutes les plages du Maroc. Maintenant, nos plages sont de plus en plus propres. يعني عملية الشواطئ النظيفة تهم جميع الشواطئ في المغرب. الآن أصبحت شواطئنا أكثر نظافة. كونسين يعني تعليمات. أنتيدون دي تكست إيدو ليماج ديكري أن دي فراز أو موان لا بلاج كو تي بريفيري تي بريفير لو كومبورتمون دو سيرتان baigneur qui polit les plages. باستخدام النص والصورة صف ما لا يقل عن 10 أسطر أو 10 جمل الشاطئ الذي تفضله وسلوك بعض السباحين الذين يلوثون الشاطئ. J'observe et je découvre. J'observe l'image. Julie consigne et le texte. يعني هنا ألاحظ الصورة، أقرأ التعليمات والنص. يعني التعليمات هي هذه والنص هو اللي قرينا. J'exécute la tâche demandée. أقوم بتنفيذ المهمة المطلوبة. Je manipule et je réfléchis. Je laboure in description de la plage. Je précise sa situation. يعني أقدم وصف للشاطئ. أحدد حالته يعني la situation ديالو. Je cite les axes qui conduisent. Je décris l'eau et le sable. أبين يعني المداخل التي تؤدي إليه. ثم أصف الماء يعني ماء الشاطئ والرمال. ثالثا je retiens pour décrire un lieu يعني لوصف مكان. Je précise sa situation son nom. أحدد حالته وحالته ثم اسمه. J'indique la ville la plus proche يعني أشير إلى أو أحدد المدينة القريبة له. J'indique les axes ou bien les axes qui mènent à cette plage. يعني أحدد المداخل التي تؤدي إلى هذا الشاطئ. Je dis à quel moment il est plus fréquenté. يعني أذكر الفترات اللي الكل يتردد عليه. Je précise s'il est privé au public. يعني أحدد إذا مكان خاص أو عام. يعني هذا المكان واش الشاطئ واش خاص أو بيبليك يعني للعموم. Je m'entraîne, j'écoute l'intervention de mes camarades de groupe. يعني استمع إلى مداخلة إلى مداخلة زملائي في المجموعة. Je participe à la réalisation de dialogues pour inciter les estivants à garder les plages propres. يعني أشارك في إقامة حوارات لتشجيع الزوار على نظافة الشاطئ. Je participe à la production d'actes de parole
pour avertir les dangers de la mer. يعني أشارك في إنتاج أعمال نقاش للتحذير من مخاطر البحر. Avec mes camarades de groupe, j'organise une campagne de propriété à l'école et aux alentours. أقوم مع زملائي في المجموعة بتنظيم حملة نظافة في المدرسة وما حولها. خامسا A. Je présente avec mon groupe les actes de langage réalisés pour les discuter et les enrichir. يعني أقدم مع مجموعة أعمال الأعمال التي تم أداؤها لمناقشتها وإطرائها. Je participe à la correction collective et au choix de la meilleure production. يعني أشارك في التصحيح الجماعي وفي اختيار أفضل إنتاج. Je vérifie si j'ai bien décrit la plage et le comportement de certaines personnes irresponsables. أتحقق لمعرفة ما إذا كنت قد وصفت الشاطئ بشكل صحيح وسلوك بعض الأشخاص الغير مسؤولة. B. Au sein de mon groupe, je demande à mes camarades de m'aider à adresser des consignes pour préserver la forêt. ضمن مجموعتي أطلب من زملائي في الفصل مساعدتي في وضع تعليمات للحفاظ على الغابة. Example: Si je vais pique-niquer dans la forêt, j'éviterai d'allumer le feu. يعني مثال: إذا ذهبت في نزهة إلى الغابة، سأتجنب إشعال النار. سادسا: Je consolide mes acquis. Au sein du groupe, je participe à la réalisation d'un dialogue entre un maître nageur et des baigneurs imprudents. يعني ضمن المجموعة أشارك في تحقيق حوار بين المنقذ السباحين المتهورين. Chaque groupe présente sa réalisation en la dramatisant en classe. تقدم كل مجموعة أعمالها عن طريق التمثيل الدرامي في الفصل. Je participe à l'évaluation et à l'enrichissement des productions. يعني أشارك في تقييم وإطراء المنتجات. Projet de classe. Je réunis les documents nécessaires, écrits, photos, albums, pour l'exploiter dans la rédaction des rubriques des projets de classe. يعني أجمع المستندات اللازمة يعني كتابات صور ألبومات لاستخدامها في كتابة عناوين مشروع الفصل. إذا غادي نرجعوا يعني الأساس في هذا الدرس يعني هو يعني 10 جمل لوصف الشاطئ الذي تفضله وسلوك بعض السباحين الذين يلوثون الشاطئ. إذا حنا درنا واحد النص. لو ماروك بوسيد ان غوب دو بيل بلاج سيربلومبون لا مير ميديتيراني اي لوسيون اتلانتيك اي بارمي سي بلاج سو تروف لا ميور بلاج دو الواليديه سيتي او سيد دو الجديده اي فريكونتي برينسيبالومون بار لي ماروكان
C'est une belle plage de sable qui s'étend sur 3 km. En plus de la baignade, vous pouvez pratiquer de nombreux sports nautiques. La plage est une destination prisée des gourmands car c'est là que l'on mange les meilleures huîtres marocaines. Et elle s'y distingue également par son eau claire et son sable doré. Cependant, ce qui a été remarqué récemment, c'est le comportement négatif de certaines personnes qui ne maintiennent pas la propriété de la plage en jetant des ordures dans le sable et de reste de nourriture, ce qui nuit à la beauté de la plage. يوجد بالمغرب مجموعة من الشواطئ الجميلة المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. ومن بين هذه الشواطئ أفضل شاطئ الوليدية الذي يقع جنوب مدينة الجديدة. ويتردد على الشاطئ الوليدية بشكل أساسي المغاربة. إنه شاطئ رملي جميل يمتد ل3 كيلومتر. بالإضافة إلى السباحة يمكن ممارسة العديد من الرياضات المائية. الشاطئ مشهور ووجهة لمحبي الطعام لأنه المكان الذي نأكل فيه أفضل المحار المغربي. كما أنه يتميز بمياهه الصافية ورماله الذهبية. ومع ذلك فإن ما يلاحظ مؤخرا هو سلوك سلبي لبعض الناس في عدم الحفاظ على نظافة الشاطئ من خلال رمي القمامة في الرمال وبقايا الأطعمة، وهذا ينتقص من جمالية الشاطئ. إذن هذا الشيء اللي كاين في الصفحة 154 و155، يعني إن شاء الله نتلقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.